السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تعرفنا يا أحبتي إلى الضمائر المتصلة، وقلنا أنها تتصل بالكلمة التي قبلها، وإما أن تتصل بفعل وإما أن تتصل باسم. اليوم سنبدأ بدراسة الضمائر التي تتصل بالفعل وتصنف إلى ضمائر رفع وضمائر نصب. فما هي ضمائر الرفع؟ وما هي ضمائر النصب؟ كل هذا سنتعلمه اليوم. هيا نبدأ. ضمائر الرفع المتصلة أولا تتصل بالفعل وتكون في محل رفع فاعل، وهي تاء المتكلم كأن نقول حفظت، وواو الجماعة كأن نقول كتبوا يكتبوا اكتبوا، وألف الاثنين كأن نقول يشربان أو شربا، ونون النسوة كأن نقول يساعدنا، وياء المخاطبة كأن نقول اذهبي، وناء الفاعلين في قولنا زرنا، جميعها جمعت في كلمة توانينا. وجميع هذه الضمائر تعرب كالآتي: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذن سنعتمد في قاعدتنا على أمرين. أولا نحدد نوع الكلمة التي اتصل بها الضمير، فإذا كان فعلا الخطوة الثانية نقوم بتحديد الضمير. إذا كان أحد حروف كلمة توانينا إذن فتكون من ضمن ضمائر الرفع، وتعرب ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. لنأخذ نموذجا في الإعراب: قرأت قصة. قرأت عبارة عن فعل قرأ، وتاء المتكلم هي عبارة عن ضمير، فنقول قرأ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم. وتاء المتكلم ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. مثال آخر: قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة. هزي عبارة عن فعل، والياء ياء المخاطبة أنت ضمير متصل، إذن هزي عبارة عن فعل بالإضافة إلى ضمير متصل، فتعرب كالآتي: هز فعل أمر مبني على السكون، والياء عبارة عن ضمير متصل في محل رفع فاعل. أما يا أحبتي بالنسبة إلى ضمائر النصب المتصلة فهي تتصل بالفعل وتكون في محل نصب مفعول به، وهي ناء المفعولين كأن نقول شاركنا زارنا، وهاء الغائب كأن نقول أعطاه، للغائب المفرد المذكر أعطاها، للغائبة المفردة المذكرة أعطاهما، للمثنى المذكر الغائب والمؤنث أعطاهم، للغائب الجمع المذكر أعطاهن، للغائب الجمع المؤنث. وياء المتكلم كأن نقول سرني منحني ساعدني أعطاني، وكاف المخاطب كأن نقول أكرمك، المخاطب المذكر المفرد أكرمك، للمخاطبة المؤنثة المفردة أكرمكما، للمثنى المخاطب المؤنث والمذكر أكرمكم، للجمع المخاطب المذكر أكرمكن، للمخاطب الجمع المؤنث. جميعها جمعت في كلمة ناهيك. ناهيك عبارة عن ناء المفعولين، وهاء الغائب، وياء المتكلم، وكاف المخاطب، جميعها تعرب ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. أسمع أحدهم يقول لي: كيف لي يا معلمتي أن أميز بين ناء الفاعلين وناء المفعولين؟ فأقول له: الأمر بسيط يا عزيزي، ننظر إلى حركة الفعل قبلنا. لننظر إلى المثال زرنا وزارنا.
ما حركة زرنا؟ ما الحركة على الراء؟ أحسنتم، إنها السكون. إذا كان ساكنا تكون الناء ناء الفاعلين، زرنا، نحن الذين قمنا بالزيارة. أما إذا كان مفتوحا فتكون الناء ناء المفعولين، زارنا، نحن من وقع علينا فعل الفاعل. مثال آخر: شاركنا. الكاف هنا متساكنة فتكون الناء ناء الفاعلين، بينما إذا قلنا شاركنا تكون الناء ناء المفعولين، لأن أحسنتم لأن الكاف مفتوحة. إذن سنعتمد في قاعدتنا لهذا اليوم على أمرين: أولا، نحدد نوع الكلمة التي اتصل بها الضمير، فإذا كانت فعلا نقوم بتحديد الضمير. إذا كان أحد حروف كلمة ناهيك يكون الإعراب كالآتي: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. نموذج في الإعراب: قال تعالى فوكزه موسى، صدق الله العظيم. وكزه والهاء، وكز عبارة عن فعل والهاء عبارة عن ضمير. وكز فعل ماض مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. نستنتج يا أحبتي أن الضمائر المتصلة بالفعل تنقسم إلى قسمين: ضمائر رفع وضمائر نصب. ضمائر رفع جمعت في كلمة توانينا، وتعرب ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، بينما ضمائر النصب جمعت في كلمة ناهيك، وتعرب ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.